العيان المريض، فانا عاوزكم بس تقروا معايا ان احنا كلنا كل اللي نعمله ده عشان خاطر واحد اللي هو المريض المصري والمريض في العموم. مش موافقين على كده ولا ايه؟ اول ملاحظات عندنا هي ملاحظات الرسوم الاضافيه اللي مجلس النقابه فرضها نتيجه اخذ موافقه الجمعيه العموميه على رسوم المنشآت وخلافه من رسوم بتقرر النقابه. موافقه. اتخذ قرار اول امبارح اتحاد نقابات المهنه الطبيه برفع المعاش المقاومه من 700 جنيه الى 800 جنيه عشان في بعض زملائنا بيقولوا هي ايه 800 جنيه دي وايه الحقيقه؟ هي في الحقيقه طبعا عندهم حق طبعا هي 800 جنيه هي قيمه؟ لا. هو رفع السلايا فيها قيمه؟ لا. دكتور محمود وامثاله من شباب الاطباء اللي في كل حته بيضطروا لهذا الممر هم مضطرين لخدمه المريض وليسوا مجرمين. اتفق فيه. ما ينفعش واحده مش بتدي قوامه ثانيه. شكرا.